واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. تتواصل الضربات الأمنية التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق من خلال مكافحة جرائم غش السلع وحجب السلع عن التداول بالأسواق. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط 79 طن دقيق وأرز أبيض قام مسؤول ومالك عدد من مخازن السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة بتجميعها بهدف حجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. كما تم ضبط قرابة 52 طن دقيق بلدي مدعم قام مسؤول عدد من المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة ببيعها بالسوق السوداء مستوليين بذلك على أموال الدعم المخصص لها. أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من ضبط 3 مسؤولين عن محطات لتموين السيارات بالقاهرة والجيزة والأقصر لقيامهم بالاستيلاء على نحو 770 ألف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء. كما أسفرت الحملات الأمنية للتصدي لجرائم حجب السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 153 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 200 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع، ونجحت في ضبط المسؤول عن محل بدال تموني بالجيزة وبحوزته 5 أطنان سكر تموني معبأ داخل عبوات بها نقص في الأوزان. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 10 أطنان ونصف أسمدة زراعية بمحل ومخزن للأسمدة الزراعية بالمنوفية والشرقية تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء، وضبط 31 طن سكر بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالإسكندرية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع السلع منتهية الصلاحية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 46 طن أسماك ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية وأسوان والإسكندرية. كما تمكنت من ضبط 83 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة حال طرحها للتداول بالأسواق بحوزة مسؤول مصنع لتعبئة ملح الطعام بالمنيا، وضبط قرابة 26 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية والشرقية والجيزة. كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مسؤول مخزن بدون ترخيص تابع لمصنع للصناعات الدوائية بالقليوبية وبحوزته 59 طن مستلزمات إنتاج أدوية منتهية الصلاحية، وضبط أكثر من 11 ألف قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة مسؤول محل لتجارة المستلزمات الطبية بالقاهرة. كما تتواصل جهود وزارة الداخلية في الحملات اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 559 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 212 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 94 طن، كما تم ضبط 108 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط 10 أطنان إسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 725 قضية، من بينها 144 قضية خبز ناقص للوزن و125 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط 26 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 213 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير.